اليوم احنا بسلسلة جبال حصاروس، وباكر الصبح طالعين القرد اعلى قمة جبلية بالعراق، والثلوج ما صول في لكم يعني. احنا تو طبقنا وهاي السيارة، وطبعا الاجواء كلش ممتعة، وتتمنى كل شخص عزيز عليك انه يكون موجود وياك، ذلوا الاصدقاء بين عرب وكرد، ويعني كل الناس اللي حاضرين ومشغلين مولدة، لان تعرفون هنا ماكو مستحيل توصل وطنية.